اللهم فرج عن اليمن الحبيب السعيد يا رب العالمين. اللهم إن يمني لم يعد سعيدا كما كان، أعد البسمة لليمن وأهلها يا كريم يا رب العالمين. ويا إله المستضعفين ويا ناصر المظلومين، لنا في اليمن يا أباء وأمهات وإخوان وجدات وعمات وخالات، اللهم ارفع عنهم الضر واللواء، واكشف اللهم الليلة الليلاء، واجعل حياتهم ضياء في ضياء، واجعل يا ربنا الروافض يذهبون إلى أسفل سافلين، وأرنا مصارعهم آجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم وفق إخواننا في سوريا الحبيبة يا كريم، احقن دماءهم، لملم اللهم شعثهم، اللهم لم شعثهم، اجمع الأمة بولدها، واجمع الولد بأمه يا حبيب. اللهم يا كريم، أهلنا في بورما يذبحون كالشياه لأنهم آمنوا بك يا رب العالمين. يا رب لا ترضى لمن يقتل يا الله ظلما وعدوانا، يا رب عجل اللهم نصرك المكين وملائكتك من السماء مقاتلين يقتلون أهل الكفر والإلحاد في بورما يا رب العالمين. استحلوا محارمهم وزنوا ببناتهم وقتلوا أبناءهم وأحرقوا اللهم جثثهم لأنهم يقولون الله واحد أوحد لا شريك له. عجل اللهم في إنقاذهم وأزهل اللهم وأهلك عدوهم. اللهم وفق إخواننا في السودان والصومال وفي فلسطين، ورد أهل مصر إلى كتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. مصر الحبيبة يا كريم، نور دربها وردها إلى سابق عهدها. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، من يؤذي مصر فكأنما آذاني، ومن لا يقوم بحق مصر كأنهما قام بحق المسلمين. دولة مسلمة فيها موسى وإبراهيم وفيها يوسف وفيها الأنبياء، فهي أرض طيبة مباركة نصرها الله وأعزها بعزه، ونصر الإسلام والمسلمين.